برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتفل المحكمة الدستورية العليا بعرسها الدستوري بمرور 50 عاما على إنشاء المحكمة. والمؤتمر ده بيطرح المشاكل، كل قاضي من الدولة بتاعته بيعرض علينا بعض التصورات في المسائل المعروضة في عناوين هذه الجلسات. الكلام مثلا عن العلاقة بين المحاكم العليا ومحاكم الدستورية، هل هي علاقة هادئة؟ هل هي علاقة مستقرة؟ هل هي علاقة فيها بعض الارتباك؟ هذه هي التجارب من مختلف الدول، وبنحاول من خلال تبادل الرأي والنقاش نصل إلى صيغة من خلالها تستقيم الأمور. فالدول اللي عندها تجارب أقوى أو أعمق من دول أخرى برضو عرضت تجاربها، ومن خلالها يعني النقاش بيدور على أن هذه الدول عليها مسؤولية أن هي تنقل هذه التكنولوجيا إلى غيرها من الدول الصديقة، وبالتالي تتحسن منظومة قضايا ليس على مستوى إقليمي واحد فقط وإنما في العالم كله. تناولنا كل الأبحاث وقدمنا بدورنا مداخلة وأعطينا صورة عن القضاء الدستوري الأردني وعلاقة القضاء الدستوري الأردني بباقي المحاكم، وخاصة فيما يتعلق في محكمة التمييز الأردنية اللي هي أعلى محكمة نظامية في قضائنا الأردني. في هذا الملتقى طرحت عدة محاور للنقاش تتعلق بدور المحاكم الدستورية العليا في سير الدولة والدول الديمقراطية والدور السياسي الذي يقوم به القاضي الدستوري، وعلاقة المحاكم الدستورية بالمحاكم العليا وبالمحاكم وبمحاكم الموضوع، وأثيرت عدة مداخلات ومناقشات كانت مناقشات جيدة ومفيدة، وتبادل للتجارب بين الدول التي حضرت هذا الملتقى. فتحية لأشقائنا في المحكمة الدستورية العليا المصرية، وتحية لمصر شعبا وحكومة ورئيسا. هذه المحكمة كانت وستبقى بإذن الله منارا للمحاكم الدستورية في عالمنا العربي والعالمي. الحقيقة هذه المحكمة كانت من المحاكم العربية الرائدة في مجال القضاء الدستوري، ورسخت كثير من المبادئ الدستورية التي تحمي وتوازن بين قيام الدولة وبين الحريات الفردية وحقوق الإنسان. بحضور أكثر من 40 دولة عربية وأوروبية وأفريقية وأسيوية، احتفلت المحكمة الدستورية العليا بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري بجمهورية مصر العربية. تضمن الاحتفال العديد من الرؤى حول العلاقة بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا وتعزيز نزاهة القضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان. إيهاب العدوي، 90 دقيقة، قناة المحور.